السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنجرب مع بعض موقع اسمه crt.ai. أول ما فتحت قال لي اكتب الاسم واختار بقى ايه الحاجات اللي انت مهتم بيها، لاندسكيب، اركتكتشر، كرتون، زي ما انت عايز، واقول له ان انا عمري اكتر من 18 سنة، ونبدأ بقى نجرب الموقع. هتلاقي هنا مثلا AI tools، بعض الادوات اللي انت مستخدمها، زي ان انت مثلا remove background، او عايز مثلا sketch to image تديله بس ايه حاجة مرسومة كده سريعة بخط الايد ويحوله لك لصورة. في بعض الفلاتر بالشكل دوت. طيب في AI model، تقدر تعمل create لموديل، او تقدر ان انت تشوف ايه الموديل تعمل upload ليه. طيب خلينا نرجع للصفحة الرئيسية، يعني هو الموقع دسم يعني ان شاء الله. طيب ممكن تقول له انا عايز مثلا حاجه خاصه بالرياليستيك، هنختار اركتكتشر، خلينا في الاركتكتشر. تمام، هختار مثلا ديت. ده قال لي الصوره دي عشان تتعمل، اللي اتعملت بالبرومت دوت. تمام، تقدر تجربه تاني، تقدر تعدل فيه زي ما انت عايز. ده البرومت، هتكتب هنا الكلام اللي انت عايزه. ممكن تقول له image to image بحيث تديله صورة وتبدأ ان انت تعدل فيها. وهنا بقى ان انت ممكن تضيف مثلا، ده هنا الموديل اللي انت هتستخدمه، هنا لورا زي اضافة تخلي صور لها شكل معين. تمام، وليكن مثلا نختار حاجة كده مثلا ستايل زي كده، يبقى يدي تأثير معين للصورة. خلينا نقول له كريت للصورة، دي صورة عملتها أنا قبل كده، هو بيحتفظ بالصورة وبيحتفظ بالبرومت اللي عملت بيه الصورة. ممكن أي صورة فيهم تبعتها لـ image to image، فيحاول لك الصورة دي يوديها لأحد المسارات. طيب أعمل لي صورة مثلا بالشكل ده.